يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الحبيب اللي بناكي، والسلام على الحبيب اللي بناكي. الله الله ونشم بخورها، الله الله ان شاء الله نزورها، الله الله ونشم بخورها، الله الله يا سلام ويا سلام ويشعشع نورها، الله الله والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. أنا في مهمة خاصة هذه المرة، فقد حباني الله تعالى برحلة العمر. سأرافق ما يقارب 150 مسناً إلى البقاع المقدسة. إنها رحلة العمر بالنسبة إليهم هم أيضاً، لأداء شعيرة من شعائر الله تعالى، أداء مناسك العمرة بإذن الله. الشوق واللهفة تعابير لا تكاد تخفيها وجوه هؤلاء الآباء والأمهات. هنا بمطار هوارب مدين ذات جموعة، لسان حال الجميع خفيف الإجراءات، دعونا نركب الطائرة، دعونا نبدأ القصة التي طال انتظارها. رحلة نسبية هنا، سالمي حورية، رحلة فاطمة. هؤلاء هم مهندسو الرحلة ومنظموها، أعضاء جمعية إحسان الخيرية، وهم من سيرافقون هؤلاء طيلة ضيافتهم في البقاع المقدسة. مبادرة خيرية بامتياز تكفلت بتنظيمها جمعية إحسان، ورفقها المحسنون من أبناء الجزائر بتوفير كل الإمكانيات لتحقيق حلم ما يزيد عن 100 مسن بزيارة البقاع المقدسة وآداء مناسك العمرة. دقت ساعة الرحيل وتسارعت الخطى نحو أدراج الطائرة. أغلب مسافري هذه الرحلة يركبونها لأول مرة. سافرتي ديجا في طيارة؟ زمان؟ إيه؟ لا. في حياتك؟ والو. هذه أول مرة؟ هذه الأولى. وراكي خايفة؟ واش راكي تحسي؟ ما نخاف والو ولدي. إيه؟ أنا واصلة قبر النبي ما نخافش. راكيش خايفة في الطيارة هنا؟ إيه؟ راكيش خايفة في الطيارة؟ لا لا لا. تمشي والله راها. إيه؟ أيوا. إن شاء الله نحكي بخير. على متن الطائرة تناول المسنون وجبة العشاء وصلوا بها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وتقصيرا. بعد انقضاء مدة الرحلة التي فاقت 4 ساعات حطت بنا الطائرة على أرضية مطار المدينة المنورة. بلهفة وشوق سارعت خطانا الزمن لتطأ أقدامنا أرض النبي ولأول مرة. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كانت الساعة تشير إلى تمام منتصف الليل حين وصلنا الفندق الذي سنقيم فيه على أرض المدينة المنورة، إذ لا يبعد هذا الفندق عن المسجد النبوي إلا بعشرات الأمتار.
الله أكبر الله أكبر. بعد إتمام إجراءات الإقامة بالفندق هرعنا جميعا إلى مسجد النبي الذي يعد من بين المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلى مسجد إلا إليها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. من كل حدب وصوب جاءوا إلى مسجد النبي ليلقوا السلام على خير الأنام محمد ابن عبد الله. تحت هذه القبة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبين منبر رسول الله وقبره روضة من رياض الجنة. داخل المسجد وتحت القبة الخضراء يتسابق الزائرون للوقوف في الروضة الشريفة ورؤية منبر رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ويحرصون أشد الحرص على الصلاة النافلة في هذا المكان. ثم يتوجه الزائرون ونتوجه بقلوب متشوقة للوقوف على القبر الشريف وإلقاء السلام على الرسول الكريم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. في مشهد يختصر تعلق أمة الإسلام بنبيهم ودينهم على مر القرون. لا إله إلا الله. ويعد المسجد النبوي أحد أكبر المساجد في العالم وثاني أقدس موقع في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة. بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة في العام الأول بعد بناء مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام. ومن فضائل هذا المسجد أن الصلاة فيه تعادل 1000 صلاة في غيره، كما روى أبي هريرة عن النبي قوله: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. إقامة المسلم بين أحضاء أحب المدن إلى قلب رسول الله لا تضاهيها إقامة، فالمدينة المنورة تضم بين زواياها الكثير من المعالم والآثار المتعلقة بالدين الإسلامي، ولهذا حرص منظمو هذه الرحلة أن يقفوا بالمعتمرين على بعض من هذه الآثار بينما نهم بمغادرة سيدة البلدان. هذا المقبرة هذه لكم تشوفوا فيها لهنا، هذه فيها 70 صحابي شهيد إن شاء الله. هذا على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاءوا في غزوة أحد، هاوليك جبل أحد، هاكم تشوف جبل أحد، هذا كله جبل أحد. لما جاءوا لهنايا باش صلاة المعركة، المعركة صارت في هذه المنطقة هذه هنا بين جيش الكفار وجيش المسلمين. بعض الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقعدوا واقفين ليك، راك تشوف هذاك الجبل الصغير، قال لهم سميوه جبل الرومات، قال لهم حتى ولو تشوفونا غلبنا الكفار ما تحبطوش. هما لما شافوا المسلمين شافوا روحهم غلبوا، واش واسوا؟ بداوا يلتقطوا في الغنائم يديوا في العتاد تاع الكفار. الرومات اللي كانوا لتم حبطوا، بقوا غير 1 3 ولا 4. لما حبطوا لهنا باش يرفدوا الغنائم الكفار داروا عليهم، داروا عليهم فقتلوا 70 هادو ما لهم مدفونين هنا رضي الله عنهم وارضاهم. لازم تعرفوا باللي بهاد الناس هادو ما اللي ماتوا باش الاسلام الحق اللي عندنا احنا في الجزائر. بفضل الله سبحانه وتعالى اللي سخر لنا هاد الرجال باش الحق الاسلام حتى لتم. لو كان هادو ما ضحاوش
الاسلام ما يلحق الناس، وكان احنا اليوم راناش مسلمين باش تعرفوا الفضل تاع الصحابه رضي الله عنهم. درك حنايا جينا لمقبره شهداء احد، واش نديروا؟ نديروا واش كان يدير النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاء الى مقبره يدعو للموتى. اسمعوا الدعاء، سمعوني نقولوا بالعقل وانتم ما عاودوا مرايا. السلام عليكم. السلام عليكم. أهل الديار. أهل الديار. من المؤمنين. من المؤمنين. والمسلمين. والمسلمين. أنتم السابقون. أنتم السابقون. ونحن اللاحقون. ونحن اللاحقون. يرحم الله. يرحم الله. المستقدمين. المستقدمين. منكم. منكم. والمستأخرين. والمستأخرين. هذا هو دعاء المقبرة. هذا الجبل تاع أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا جبل يحبنا ونحبه. وكي تسمعوا في الأحاديث، تسمعوا في الأحاديث يقول لك من صلى على جنازة كان له أجر قيراط. القيراط هو جبل أحد. الأجر تاع الصلاة على الجنازة قيس هذا الجبل كله، ولي تبع الجنازة حتى وين تدفن عنده قيس زوج، قيس قيراطين يعني جبلين. فكي تصيبوا في الاحاديث مثل جبل احد، ها وجبل احد شوف الاجر، ربي يعطي لك الاجر قيس هذا الجبل. هاكم ربي كرمنا ورانا شفنا هذا الجبل. ما تريد تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبل احد، تعرف لي هذا هو الاجر. هاو لك الاجر وربي سبحانه وتعالى كريم. درك منا ان شاء الله نجوزوا طريق برك نشوفوا مسجد القبلتين. هذا مسجد القبلتين لازم تفهموا مليح مليح، فهموني. مسجد القبلتين، وعلاش يسميوه مسجد القبلتين؟ خاطر الصحابة في الأول لما جاوا إلى المدينة جاوا الجبل، بأول مسجد بداوه هو مسجد قباء، ماشي هذا راح نشوفوه من بعد اللي راح نصليوا فيه إن شاء الله. قعدوا 16 شهر وهما يصليوا إلى بيت المقدس، كان يصليوا لفلسطين، جهة فلسطين، بيت المقدس للقدس. ومن بعد الله تبارك وتعالى غير القبلة رجعت لجهة مكة. ففي الصلاة تاع الصبح كي كانوا يصليوا في مسجد القبلتين جاهم الخبر قال لهم القبلة تبدلت ولات المكة. الصحابة في الصلاة كي كانوا يصليوا اللي كان في الإمام الهيك مشى راح رجع من جهة أخرى، والصحابة بدلوا الصفوف تاعهم، اللي كان الصف الاخر ولا هو الصف الاولاني وهكذا، فسموه مسجد القبلتين. لكن كل المساجد اللي كانت في المدينه بما في ذلك مسجد قباء كانوا يصليوا الى ناحيه ولاو يصليوا لناحيه اخرى. ومن بعد كي نلحقوا المسجد قباء نحبطوا كامل ونصليوا في مسجد قباء. اللي يصلي ركعتين في مسجد قباء عنده اجر عمره تامه. وكي نزيدوا نحرموا مثل الحليفه باش نروحوا نزيدوا نديروا عمره واحده اخرى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه اخر محطه لنا بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه ركعتين داخل مسجد قباء، اول مسجد في الاسلام. ركعتين تعادلان اجر عمره تامه. والان الوجهه الى مكه المكرمه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد مسافة 14 كيلومتر عن المسجد النبوي وصلنا إلى مسجد ذو الحليفة بالمنطقة المعروفة حاليا بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر عليها من غير أهلها كما هو حالنا. هذا المكان مبارك فيه بركة خاصة، ماشي معناتها كي فيه بركة خاصة نروح نمسحوا الحجار كما يديروا الناس الجهال اللي ما يعرفوش، هذا كله ما يجوش. البركة اطلبها من الله عز وجل. كيفاش تطلبها من الله عز وجل؟ دير كما دار النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل عليه السلام انزل، كان راكب النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة تاعو، قال له انزل وصلي ركعتين. هاد الزوج ركعات اللي انا رايحين نصليوهم ماشي تاع الإحرام، تابه معايا مليح، ماشي تاع بركة المكان، تاع البركة تاع المكان.
ومن بعد انتم راكم كامل نضاف والحمد لله. احنا اللي مازال ما لبسناش لباس الاحرام، ومن بعد نروحوا نلبسوا لباس الاحرام. انتم اللي راكم لابسين لباس الاحرام، بعد ما تصليوا الركعتين اطلعوا في الحافله. دركا ما تنوي والو، انوي برك باش تصليوا ركعتين. كي تطلعوا للحافله راهم نقولوا لكم واش لازم تقولوا. وللإحرام بعد نية الدخول في النسك شروط توجب صحته ومحظورات قد توقع المعتمر أو الحاج في إثم يفسد عمله. ومن أجل هذا يواصل مرشد البعثة شروحاته بدقة بالغة. لباس الحمد لله، هذا لباس الإحرام. أي نعم، ما شاء الله لباس ما شاء الله. لكن المحرم هذه من مخالفات الإحرام، هذا ما يصح. لازم الإنسان لما يكون محرم ما يغطيش رأسه، ما لازمش، ما يجوزوش ينحي شعرة من بدنه. إذا كان دار الطيب قبل ما ينوي الإحرام ذاك طيب ما شاء الله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل إحرامه. فإذا الطيب إذا بقي في الإنسان وكان داره قبل الإحرام هذا لا حرج، لكن محذورات الإحرام تغطية الرأس. ولو الإنسان حب يرقد وحب يريح حب يتكى ما يغطيش رأسه، ما يجوزلوش يزيد يدير الريحة مدة الإحرام، ما يجوزلوش ينحي شعره من رأسه أو من جسده، ما يجوزلوش كذلك لما نلحقوا المكة ما يجوزلوش ينحي ورقة، مثلا ورقة من الشجر ما يجوزلوش ينحيها. كذلك من الأمور لما يجوش مثلا لما يشوف طائر ولا حيوان لا يجوز زجر حمام ولا طيور ولا حيوانات الحرم. كذلك من الأمور المتعلقة بمكة إن شاء الله اللقطة، هذه مهمة. اللقطة لما تصيب شيء ما مرمي في الأرض ما ترفدوش، خليه في مكانه. خاطر لو كان ترفدو لازم تقعد تعرف تسأل شكون ضيع كذا، وانت هذا ما تقدرش تضيع الوقت تقعد تعرف باللقطة. فإذا وجدت لقطة في الأرض ما ترفدهاش، خليها في مكانها. بعد أن صعدنا على الراحلة أو على الحافلة واستقر بنا المقام والحمد لله، نبدأ بالجهر بنية العمرة، فنقول: اللهم لبيك عمرة. وبالنسبة للناس المرضى المزمنين أو العجزة عجزا كثيرا وكبيرا، فيسن لهم أن يقولوا: اللهم محلي حيث حبستني. هذا بالنسبة للنية. ثم بعد ذلك يبدأ المحرم في التلبية ويجهر بها ويرفع بها صوته كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية، هذا خلاف من يقول بأن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. المرأة يجوز لها أن ترفع صوتها بالتلبية، إلا أن صوت الرجل أقوى وأعلى وبالتالي يظهر صوت الرجل أكثر. أما من حيث الحكم فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، يعني نفس الأحكام الشرعية التي تنطبق على الرجال تنطبق على النساء، إلا في حالات خاصة اختص الشرع النساء ببعض الأحكام. من بين هذه الأمور مثلا في الإحرام، الرجل يلبس إزار ويلبس رداء، والأحسن أن يكون أبيض، لكن يجوز يكون أي لون آخر، لكن الأفضل اللباس الأبيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في لبس البياض، لذلك نحن نلبس البياض. أما النساء لا يشترط في المرأة إلا أن تلبس لباسا شرعيا، يعني يكون ساتر من منبت الشعر إلى أخمص القدم. والنساء اللي ما يلبسوش الجوارب هذا خطأ، لازم المرأة تستر قدميها، ولا يجوز أن تظهر إلا رقعة الوجه والكفين إلى الرسغين، هذا هو شيء يجوز. إذن نمضي في التلبية ونرفع بها أصواتنا: لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك. ما إن استوينا على راحلتنا محرمين معلنين نيتنا بتأدية العمرة حتى شرعنا في التلبية رافعين بها أصواتنا على مسافة 450 كيلومتر. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. إلى أن بدأت تتراءى لنا مساكن مكة المكرمة، وهنا ازداد الشوق والحنين لرؤية بيت الله الحرام. لكن قبل ذلك كان لابد لنا من النزول في الفندق حيث كان صاحبه في استقبالنا بطريقة مميزة. لدى وصولنا المسجد الحرام هم الشباب والقادرين منا إلى إتمام مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق، للتفرغ بعد ذلك إلى المسنين العاجزين ومساعدتهم في إتمام عمرتهم. بحلق شعر الرأس نكون وبحمد من الله تعالى قد أتممنا مناسك العمرة، والآن وبعد أن تحللنا من إحرامنا يمكنني العودة إلى حياتي الطبيعية، فبانتظاري المزيد والكثير من المشاهد لتصويرها بمكة المكرمة. الحجة وراك رايحة؟ رايحة لبيت ربي. أيوة رايحة لبيت ربي. ديري العمرة إن شاء الله؟ إن شاء الله. وراكي قادرة؟ وش راح تديري كاع في الأخر؟ احكي لي كيف تديري العمرة؟ الطوفي وتسعي في السفا والمروة؟ ها؟ نسلم للرجال ونسلمكم ليا. أيوة هادو ولادك لم يعاونوا فيك؟ أنا عمري ما جيت، ما عنديش الأولاد، غير خلوا. المهمة الآن مرافقة المسنين والعجز إلى المسجد الحرام بعد أن أخذوا قسطاً كافياً من الراحة، حيث تنتظرهم مشقة الأعمال المتبقية من مناسك العمرة. حبيها البلاصة هذه، حبيها حبيها مني في موتيها موتيها. الحمد لله صلاة بقدر ما نجد نقول لها إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حجة هاي الكعبة أول مرة تشوفيها؟ أول مرة تشوفيها. الله أكبر. إنه لشرف كبير أن تدخل أعظم مسجد في الإسلام، أن تلج أول بيت وضع للناس، أن تقف أمام الكعبة المشرفة محجة الناس جميعاً والأنبياء والملائكة، قبلة المصلين ومحور طوافهم. الوجهة الأولى كانت نحو صحن المطاف والوقوف قبالة الحجر الأسود للإشارة نحوه بأيماننا، مكتفين بذلك للشروع في الطواف، لأن المفترض أن يشرع الطواف باستلام الحجر الأسود وتقبيله. وفي كل شوط يستلم المسلم الركن اليماني إن تيسر له ذلك، ويبدأ بالدعاء التالي حتى يصل إلى موضع الحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يعيد الإشارة بيمينه إلى الحجر الأسود ويبدأ الشوط الموالي حتى يتم 7 أشواط كاملة. ويسن للرجل أثناء الطواف كشف الكتف الأيمن فيما يعرف بالإضطباع، وكذا إسراع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط 3 الأولى فيما يسمى بالرمل، وينشغل المعتمر ما استطاع بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. شكي في موضع الإجابة الحجة، ادعي الله عز وجل. يا رحيم يا رحيم اغفر لنا ربنا وارحمنا وارحمنا وتب علينا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. لا إله إلا الله.
بعد الانتهاء من الطواف توجه المحرمون نحو أبيار زمزم لسد حاجيتهم من المياه وليس تعبدا بها، فشربنا حتى ارتوينا، ثم توجهنا ناحية مقام سيدنا إبراهيم لصلاة ركعتي سنة الطواف مصداقا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اللي تحفظ صوت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، اقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. اللي ما تحفظش تقرأ واش تعرف. بعد ذلك خرجنا إلى المسعى لمباشرة الخطوة الأخيرة من مناسك العمرة قبل الحلق، وبمجرد أن دنونا من جبل الصفا قرأنا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. على جبل الصفا حيث استقبلنا الكعبة رافعين أكفنا بالدعاء قائلين ثلاث مرات: بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك، له الملك، وله الحمد، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده، نصر عبده، وأعز جنده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب. بعد النزول من جبل الصفا متجهين إلى جبل المروى ماشين ذاكرين حامدين شاكرين، حيث نسرع إسراعا شديدا إذا ما بلغنا بين العمودين الأخضرين، كل حسب استطاعته وقدرته شريطة أن لا يتسبب في أذية الآخرين. بعدها نواصل مشينا على عادتنا حتى نصل إلى جبل المروى فنرقى عليه ونستقبل القبلة من جديد رافعين أيدينا بذات الدعاء الذي قلناه على الصفا. بعدها ننزل من المروة إلى الصفا حتى نتم سعينا سبعة أشواط بنفس الطريقة منشغلين بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. وبالرغم من المشقة وصل المسنون سعيهم وذكرهم بكل خشوع وخضوع حتى أتموا أشواطهم السبعة وختموا عمرتهم بالدعاء والتضرع إلى الله بالقبول والهداية. أما الرجال فيحلقون رؤوسهم أو يقصروا شعرهم، والحلق أفضل من التقصير. أما النسوة فلم يبق لهن سوى تقصير شعرهن بقدر أنملة، ويكن بذلك قد أتممن عمرتهن. فبينما يغتنم المعتمرون أوقاتهم في رحاب بيت الله تعالى، تعكف خالتي جميلة ورفيقاتها على تحضير الوجبات الغذائية للمسنين، إذ يحرصن على اتباع نظام غذائي متوازن بوجبات جزائرية معهودة، وذلك لتجنب إصابة المعتمرين باضطرابات صحية. أو جابوني الطعام وبالزبيب الحمد لله. سكسو هذا؟ سكسو سكسو نتاع بجاية. راهو هنا في مكة. راهو في مكة. بارك الله فيك صحيتو والله تهليتو بينا. عجبك الحال؟ والله عجبني الحال. والله أنا عجبني الحال هايل كاع. درت العمرة تاعك؟ درت الحمد لله والله درت العمرة الحمد لله. وما دام يجوزونا غير في التلفزيون يشوفوهم الناس. الغذاء احنا نتبعوا على حسب الأمراض المزمنة. اللي عنده امراض مزمنه ما نقدرش نعطيهم الغذاء اللي يكون مملح بزاف. نتبعوا النظام الغذائي على حسب كيفاش الريجيم تاعهم، وعندنا الطبيب هو اللي يدير ريجينا. وهنايا تشوف الغذاء خفيف كما تاع السفر، ها عندنا لو مينيرال، وعندنا لابانان، وعندنا الزبادي هذا هاو سون سكر هذايا خفيف، وعندنا دو بورسيون تاع الفرماج
وعندنا خبزه صغيره فوالا. دونك هذا اللي يجي ومن بعد ان شاء الله ناكلوا حاجه اللي هاكي الفطور باش كي نسافروا يبقى نروحوا في الحرم افطر حاجه فيه الماء البنان فرماك زبادي راح نوريك عندكم انا ان شاء الله ان شاء الله عندنا الشيطان ان شاء الله معنا الخير ان شاء الله يا مولانا. نيجي نيجي. السلام عليكم. السلام. واش راك بو بكري؟ لاباس الحمد لله. واش بك؟ شويه شقيقه. كانت عندك من قبل قلت لي كانت لا ميغرين هذه نعطو مشتريه داكور هيا مش فاليك ان شاء الله بزاف وطفي شويه عليك الضوء وما كان له الحس داكور. معظم الحجاج لديهم امراض مزمنه كضغط والسكر ونعرمني افيك نو لي ميديكامون نيسيسير بور لي سون بريمير سي يا بروبليم اون بو ايفاكوي المريض على لوبيتال بور لو مومون تو فا بيان اون با ايفاكوي كان مريض دونك الحمد لله اون با ما كنتني على اسا افار تريتي لي مالاد. الصوم تاع ديال الرماق تاع وارن تاع مسرقين انا ما كنتش طامع كاع. هيا جات كيما هكا شبيبه هيا قالك اودي بطلوا العمره قلت لهم انا ماذا بيا وسعد لي اللي وصل هذيك البلاصه الحمد لله اليوم راني فيها هذا اليوم راني عاد راني مازال راني في مكه راني في عام وانا نحن نتمنى نرقد في الليل ونتفكر وين تا نروح وين تاني راهم بطلوا ويقولوا لي في عرضك ما جانا المكتوب ما جانا المكتوب حتى جانا المكتوب جينا كثر حال اللي جابنا هنا ولا يستر اللي جابنا هنا درت العمره وطفت مساكين لاقوا بيا ما خصني والو الحمد لله نحس روحي راني في مكان اللي شغل متو راني في الجنه الحمد لله راني بيت الله ربي حبني شوف وين وصلنا. بعد تمكن الجميع من أداء مناسك العمرة ارتأى القائمون على الرحلة إلى تنظيم زيارة إلى جبل الرحمة حيث يقف الحجاج وقفة عرفات. وهذا جبل هو جبل الرحمة اللي اخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لما تسمعوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا بلي راك في المكان كنتوا تسمعوا وهو كان يهضر من هذاك المكان وكان الحجاج يجوا من هذه الطريق اللي قادرين يجوا على رجليهم هي قادر 3 ساعات إن شاء الله من مكة المكرمة حتى هنا بعد هنا يذهبون إلى ميناء. المهم هذا هو جبل عرفة. أين وقفت هنا أي مكان توقف فيه أنت في عرفة هناك وراء الجبل يعني حدود كبيرة من الجبل هذا حتى هذا يعني كبير هي مسافة كبيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها. ورغم صعوبة المرتقى تجاوز المسنون سلسلة الأدراج هذه لبلوغ قمة الجبل واستحضار عظمة هذا المكان. هذه الصخور التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا في الناس خطبة الوداع في حجة الوداع. ما غاديش نعبر الشعور ما غاديش نعبر الشعور ما نقدرش خاطي وصلنا الحمد لله على كل كنا ما نحلموش بها والحمد لله تعقد الحمد لله مكان مقدس وشكون اللي ما يشعرش ما نقدرش نعبر لك على شعوري وصافي في نفس المكان هذا خاطر شفناه وعرفناه نعرف قيمته نعرف داخليا داخليا نعرف قيمته ولكن لساني عزيز على الكلام. والله بكل صراحه يعني تعجز كل لغات العالم وكل عبارات العالم وكل كلمات العالم باش تقدر توصف الشعور نتاعك في هذا المكان اللي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الى الله سبحانه وتعالى. توقف في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم واش يقول فيه؟ يقول الحج عرفات. يعني لو كان ما توقفش هنا ما عندكش حج. فما هي قدسيه هذا المكان بعد؟ لماذا الله سبحانه وتعالى اختار هذا المكان رغم ان الكره الارضيه كبيره وواسعه ولكن لماذا هذا المكان بالضبط؟ هذا سر. انت فرحان اليوم؟
يعني مش قضيت فرحان، يعني انتابني شعور غريب، والله غريب. نتسائل كيفاش الله سبحانه وتعالى من بين الكرة الأرضية طولا وعرضا شمال وجنوبا اختار خاتم الأنبياء باش يكون هنا. اش نحكي لك اخويا، هذه ما كناش نحلموا فيها في الحلم، في المنام ما كنتش نموها نوصلوا لجبل عرفه. شكون كيفنا؟ ربي يستركم ويحفظكم ويستر الجمعيه ويحفظها ويحفظ كاع من ساهم في المساعده. وش نقول لك، ربي خلينا الجزائر ورئيسها وهذه فرحه كبيره كبيره كبيره، نعجز عن التعبير عنها، فرحه كبيره. وربي ان شاء الله كل ما وصلش هذا المكان ربي ان شاء الله يوفقه ويوصله هذا المكان العزيز. ما قدرتش تعبر. فرحه كبيره كبيره شكرا. كبيره فرحه كبيره يا ربي يا رب. الحمد لله. ربي يحفظكم كلكم ان شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. أجواء عائلية صنعها أعضاء البعثة مع المعتمرين هنا بالبقاع المقدسة. زغروتة يا نسوان، بهجة وسرور رسمت على محيى العجزة والمسنين بعد أن كانوا يعتقدون أن طعم السعادة لن يعود منذ أن تخلى عنهم أبناءهم وذويهم في دور العجزة. نطلب الهداية لهؤلاء الناس الذين تخلوا عن آبائهم وأمهاتهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت أقدام الأمهات، ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. نطلب لهم الهداية بجاه النبي الشفيع ويتكلفوا بآبائهم وأمهاتهم. أولا احنا الناس اللي نجيبهم والمسنين بصفة أولى تاع دار العجزة، بصفة ثانية واحدة أخرى الناس المحتاجين المعوزين اللي جاي في الصحراء، كاين بلايص ما فيهمش ضو العجازه، نصيبوا فلان هذا يدرس القران وفقير ومنه ومطوع وهب حياته لدراسه القران يعلم الصغار منه، احنا ماذا بينا نفرحوه. هكا نختاروهم كما كل عام، عندنا ناس يعاونونا، وكالات سياحيه، عندنا فنادق هنا في مكه، فنادق في المدينه، الخطوط الجويه، كاين متدخلين بزاف، تما واش راك تشوف هنايا هي ثمره عامل ناس بزاف. باش نوصلوا حنايا لهنا ونقدروا نخدموا هاد المسنين. احنا نقول لهذه الجمعيه جزاكم الله عنا احسن الجزاء، وكل اخ او اخت ساهموا من بعيد او من قريب في هذا الميدان نقول لهم سدد الله خطاكم وجعلكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والاخره، وبارك الله فيكم وفي ذريتكم وفي اعماركم وفي أرزاقكم وفي أولادكم. أصحاب الجمعية أغبطهم، علاش؟ أحسدهم بمعنى الكلمة، علاش؟ لأنهم قائمين بواحد الأدوار يعني صعيب 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 الإنسان باش يقوم بها، فجزاهم الله عنا أحسن جزاء، وإن شاء الله نتمنوا لهم كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. تعلقت قلوبنا بمكة المكرمة بكل تفاصيلها، بمسجدها وكعبتها، بنسيم هوائها العليل وضجيج زوارها وصيحات مؤذنيها ومقرئيها. أشهد أن محمد رسول الله. ولأن النهاية محتومة لكل بداية، بدأت نهاية رحلة عمرنا إلى البقاع المقدسة بتوجهنا إلى مطار جدة الدولي، حازمين أمتعتنا، عازمين مجبرين على الرحيل، راجين من المولى عز وجل أن يكتب لنا الأجر ويوفق كل من يتوق فؤاده لزيارة بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا.